وازاي يا وازاي تعالي فرحيني، فتحتي نفوح كام واحد متضايق يا لمبي، انت عارف لو سمعت كلام امك ومشيت ورايا ولا ده انت السما دي بكره هتلقط علينا دورالات كده دورالات. يخلق من الشبه 40، بالرغم من ان ده مثل مصري قديم وكل الناس عارفاه وحافظاه، لكن دايما بنستغرب لما بنلاقي اتنين يشبهوا بعض جدا، خاصه لو مفيش ما بينهم اي قرابه، والموضوع بيبقى اغرب بكتير ومثير للاهتمام لما بيظهر شبيه لفنان مشهور، خاصه لو الشبه بينه وبين الفنان كبير وكأنه نسخة طبق الأصل منه. أحيانا بيتسبب شبيه الفنان في أزمة شديدة ليه، وأكبر مثال على ده اللي حصل مع الفنان تامر حسني سنة 2010 لما ظهرت صور لشبيه ليه اسمه تامر سمير مع بنات في مواقع مثيرة، وده خلى ناس كتير تفتكر إن اللي في الصورة ده تامر حسني، وده عرضه لهجوم كبير جدا وقتها. وبعد فترة اعترف تامر سمير إن في مطربين استغلوا صوره الخاصة ونسبوها لتامر حسني علشان يسيئوا ليه. تامر حسني ما كانش ليه شبيه واحد، لكن ظهر ليه شبيه تاني وهو الشاب عمر مصطفى، واللي سعى انه يقابل تامر، وفعلا قدر يقابله ويتصور معاه، ونزل الصور على صفحاته على السوشيال ميديا. الصور دي قلبت السوشيال ميديا وقتها، لان الشبه بين تامر وشبيهه كان كبير جدا، وكانهم فوله واتقسمت نصين، لدرجه ان عدد كبير من المتابعين اكدوا انهم مش قادرين يفرقوا بين الاثنين. لكن في اوقات تانيه ممكن يستفاد الفنان من وجود شبيه ليه، وده اللي حصل بالظبط مع الفنان محمد رمضان بعد ما ظهر فيديو مسيء ليه الفتره اللي فاتت وتم اتهامه بالمثليه الجنسيه بعد ما ظهر شخص بيشبهه في فيديو مخل. رمضان ما اكتفاش انه ياكد انه مش هو اللي ظهر في الفيديو، لكنه ظهر في حفله ليه في العالمين مع شبيه ليه اسمه علاء الاسطوره علشان ياكد لكل الناس ان في ناس كتير بتشبهه، وان اللي ظهر في الفيديو مجرد واحد من الناس دي. الشبه بين فنان وشخص تاني ممكن يكون مضر للشخص ده اكتر من الفنان، زي ما حصل مع الفنان نصر حماد شبيه الزعيم عادل امام. فنصر حماد استغل الشبه بينه وبين عادل امام علشان يقدر يدخل مجال التمثيل، وفعلا قدر يدخله وشارك في اعمال فنيه، لكنه اختفى بعد فتره قصيره، واتقال وقتها ان الزعيم هو السبب في اختفائه، وانه كان السبب في طرده من مصر علشان ما ياثرش على نجوميته الكبيره. لكن في اوقات كتيره الشبه الكبير بين الفنان وشخص تاني بيدي فرصه للشخص ده انه يحقق شهره كبيره على السوشيال ميديا، واحيانا بيوصل الموضوع للفنان وبيوافق انه يقابل شبيهه ويتصور معاه كمان، زي ما عمل الفنان احمد حلمي اللي حضر فرح شبيه ليه في لفته حبها الناس جدا وانتشرت بشكل كبير على السوشيال ميديا. اما عبلة كامل اللي ملهاش مثيل في التمثيل ظهرت ليها شبيهه في الملامح وكانها نسخه منها، وهي السيده هند العبد، واللي لفتت نظر الناس للشبه ده لما بدات تنشر فيديوهات ليها على التيك توك وهي بتقلد عبلة كامل، وعبرت عن حبها الشديد لها وعن امنيتها انها تقابلها في يوم من الايام، والشبه بينهم ما وقفش عند الملامح وبس، لكن كمان في ستايل اللبس والحركات. كمان الهام شاهين لقت شبيهه ليها، فظهر فيديو لسيده بتشبهها جدا وهي دكتوره اطفال مصريه اسمها هبه وشاحي، واللي بدات تنشر فيديوهات عن تربيه الاطفال على تطبيق التيك توك، ولاحظ عدد كبير من المتابعين الشبه الشديد بينها وبين الفنانه، وكتبوا لها تعليقات كتير عن الموضوع ده، وفعلا هي اكدت على كلامهم وقالت ان ناس كتير بيشبهوها بالهام شاهين من طفولتها. وكمان عمرو دياب ظهر له شبيه وهو عامل مصري بسيط، انتشرت صوره بشكل كبير على السوشيال ميديا وعملت جدل كبير جدا بسبب شده الشبه بينه وبين الفنان، ووصف النشطاء بانه نسخه طبق الاصل من الهضبه. الموضوع ما وقفش عند الفنانين في العصر الحالي، لكن ظهر شبيه للفنان الكبير الراحل الدونجوان رشدي اباظه اسمه محمد مؤمن، وانتشرت صوره على السوشيال ميديا بسبب الشبه الكبير بينه وبين الفنان الراحل. في رايكم مين اللي بيستفيد اكتر من الشبه ده، الفنان ولا شبيهه؟